بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون. أولا أنا أخوكم في الله بورخ أحمد رئيس جمعية الإيمان بمسجد الإيمان في منطقة كوام. الحمد لله بمناسبة هذه الوفاة تم الاتصال أنا شخصيا مع الأخت نجاة سعدون والمنظمة ديالهم فعلا كيقوموا بواحد العمل جبار هو البحث عن الإخوان المجهولين. وانا من باب النصيحه كنقول الاخوان القاطنين في المنطقه سواء عندهم عائله ولا بلا عائله الاتصال المباشر هو خص يكون اضعف الايمان يكون واحد اتصال مباشر مع المساجد مع المسؤولين المساجد مع الجمعيات. الاخوان ما بغيناش يبقوا مختفين. احنا في خدمه الجاليه ان شاء الله. سبق لنا زمان طويل واحنا عايشين في في, في المنطقه وليس ليس ليست المره الاولى كيوقعنا هاد ماشي مشكل يعني هاد الحاله هذه سهل علي فيها الله ولقيتوا العائله فصل الحمد لله الشكر يرجع للجمعيات لان بين قوسين اتصلنا بالقنصليه اللي هي غاد باش تكفل بالناس اللي ما عندهم حد. انا اؤكد والاخت نجاة اكدت لي بان القنصليه ما زادت الا ما يعني في الطين بله كما يقولون المصريين ما عرقت لنا الامور ولكن الحمد لله الشكر يرجع للاخ الوليد المصطفى والزوجه ديالو سناء حاضره معنا والاخت نجاة سعدون بالجمعيه ديالها وانا كعضو يعني مسجد الايمان الحمد لله وحالات سبقت لنا الناس ما عندهمش يعني العائلات باسم الجمعيه باسم الجمعيه ديالنا وباسم الجماعه ديالنا كنجمعوا تبرعات وكنوقفوا مع الموتى باش ما يعني ما يدفنوهمش هنا كمجهولين. ودابا الشعور ديالنا هو يعني نقص بحال حنا يعني ما وفيناش المسؤوليه التامه. يعني انا الوم نفسي اولا ها هو جا الخبر الحمد لله احنا قايمين بالعمل ولكن في حالة احنا ما كيوصلناش الخبر التام ولا الخبر الصحيح كيوقع هاد الحالات. والله التعبير يعني الكلمات تضعف باش نعبروا على الواقع على المر اللي كتعيشوا الجالية ليس الجالية بأكملها ولكن عندنا بعض الإخوان مازال منفردين ولا كيعيشوا معاناة وحنا هاد النداء دابا نداء الاخوان الله يجازيكم بخير ها الاخوان الصحفيين معنا الجمعيات والمساجد انضموا الينا باش ما يوقع لناش هاد المشكل. انا اشكر الله واشكر الحاج اللي عاوني في هاد المهمه الاخ بعدما كان غادي تدفن مع النصارى هو الحمد لله غسلناه وكفناه على طريقه على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوفيق الله والحمد لله. وليزاسيرونس هذا هو العائق الاكبر للجاليه. احنا تقريبا حتى انا سبق لي جيت مع الوالد في السبعينات هنا تقريبا 50 سنه. الجاليه الاولى كلهم عندهم لاسيرونس دابا كيتسجلوا في البنك الشعبي عندهم لاسيرونس. العائق الاكبر وهو في البدايه كنا احنا الجاليه كتختار لي فينراريوم باش يتكلف بالميت. دابا كاين واحد الاخ غادي نذكره ما نخافش باش لا اخاف لومة لائم غادي نذكره هو الاخ ميشيل نتاع شالوروا دار واحد التقييم يعني ضعيف حتى الصناديق ديالو ماشي هو الكونفور ديال الميت. يعني عطى واحد الثمن الابناك واستولى على البنك الشعبي والبنك الوفاء باش هو يبقى يكون عنده المونوبول هو يتكلف بالموتى. يعني انا شاهد البارح كانت عندنا جنازه في مسجد الايمان الاخ الوريغري مصطفى جاء باش يتكلف بهذا السيد حتى لقينا هنا واحد الموظف ديال ميشيل ما نعرف بواسطه القنصليه عيطوا له باش يتكلف. وحنا في البدايه ديالو النهار مات نهار عيطوا لي انا مشيت لاكومين عيطت الوريغري وعيطت القنصليه وحنا طلبنا باش الاخ الوريغري يتكلف به حتى بالامس البارح تفاجئنا وحنا درنا تقريبا حرب هنا على الميت. دابا فين بقى داك لا دينيتي ديال الميت. دابا بحال اصبحنا كيتاجروا فينا هاد الابناك وهاد ليزاسيرونس ما عندهم لا شعور بالموت ولا لا حول ولا قوه بالله يعني كيتاجروا في الموتى وهذا هو
يعني العبارة الصحيحة. أنا إخواني في الله، إخواني في الله، والله راني أقشعر في هذا الكلام. الله يجزيكم بخير. أرى لا بد منها. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا يكفي كفى بالموت واعظا. احنا كنتوعظوا في هذا الباب، وانتم اللي غادي تشوفوا هذا التسجيل وهذا التصوير. احنا ما كناش كنتظروا اولا باش نتصوروا. انا الاخ المصطفى البارح طلب لي باش غادي انا نتكلف بهذا الاخ، يعني الاخوان اللي كيتعاونوا معايا غائبين. جاب الله، ها هو دابا المكتب، جاب الله الحاج راه جالس حدايا هنا، تعاوننا على هذه الاعمال، ربي وفقنا الحمد لله. ولكن كنقول للاخوان اينكم اينكم اينكم؟ حنا دابا تبارك الله ها هو المرحوم تقريبا 40 سنه ما شاف البلاد. لا حول ولا قوه الا بالله، ونطلبوا ان تكون هذه الحاله اخر حاله ان شاء الله. انضموا الينا دابا غادي انتم الوري غلي مصطفى معروف، الاخ نجاة سعدون معروف، الجمعيه ديالها عطات لي الاتصال وراه باين في الواتساب اللي عندنا. اتصلوا يا اخوان، اتصلوا بالاخت، سجلوا نفوسكم ومرحبا بكم، والتوفيق من الله، وبارك الله فيكم يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله.